نحن معكم دائما هنا على طاولة حوار. الآراء متعددة لكنها تتفق على فكرة الوطن، منحازة إلى شعب يستحق أن ننجو به من العتمة ليعيش تحت الضوء. قضايا شائكة وأخرى مصيرية وملفات بالغة الحساسية، انتماؤنا فقط إلى ما يتطلع إليه أهل العراق من غايات مستحقة ومقاصد. لأن الله جعلنا أمة وسطة، نقف عند ركائز أساسية تقوم عليها أعمدة المجتمع المسلم. وفي حديث العرب نفتح للمشاهد آفاقاً رحبة وفضاءات. لا تنتصر الأمم إلا بمثقفين واعين لا ينفصلون عن ماضيها ويتطلعون بأفكارهم الإيجابية إلى تأسيس واقع أفضل فيه بيت القصيد. نستضيف قصيدة الإنسان والأوطان وننشد شعرا لوطن كبير، درة تاجه العراق وعهده الأبدي أنه لا ينسى فلسطين. ننقل لكم آخر المستجدات على الساحة، نرصدها لأمة لن تتخلى عن نصرتها. نحن نؤمن بواجب دعم قضايانا العادلة التي من أجلها كان منبر الرافدين. صوت لعراق حر يرفض التبعية ولا يرضى لأبنائه إلا أن يعيشوا بكرامة. مساحة مفتوحة لكل عراقي، آراء تشخص الواقع دون مجاملة ولا مبالغة ليعلو صوتكم. نفرد مساحة خاصة تعبرون بها عن واقعكم، فرصة من خلالها تضعون أيديكم على مفاصل اللجنة. نسمعكم ونتحدث إليكم بضمير لأننا صوتكم. قناة الرافدين مستمرون لأجلكم.